هاف جراوند يعني نص الدنيا. شايف هذول كانوا ثلاث سفن في الطريق، واحدة ميلت على الهند، وواحدة ميلت على مالطا، وواحدة أرشت في ميناء الإسماعيلية في مصر. بس صار بتقدرش تصف على الرصيف، صفت بعيدة عن سيط، صار ينقلونا في المعينة، في المعونة 200 3 أنا عارف قديش يزقونا زق على الرصيف البر. لحظات عم يستنى الترين، عم يستنى. ركبنا في الترين وجينا على صرفند، كان في معانا شويش من بيت صحور اسمه مخايل الشومالي. مخايل الشومالي قال انتوا اسا لازم تضربوا عن الطعام على طول، لانه بكره لا بعد بكره في عندكم عيد، والكم حوالي 6 7 عياد ما عيدتوش عند اهلكم. شايف كيف؟ اضربنا عن الطعام، انشغلت المياجر والشغل الانزئوز كله، فاهم كيف؟ الضباط الكبار طلب عاد انه هذول عندهم عيد بعد 2 3 وبدهم يعادوا عند اهلهم، قال تفضلوا على الاكل. اتفضلنا على الاكل، شايف كيف؟ ورجعنا من الاكل لقينا هون دكتور على الطاوله، هاي في دكتور على الطاوله الثانيه، في البي ماستر اللي بيدفع المصاري، وعلى الطاوله الثالثه في اللي بيعطي ورق الليف يعني الخوفش. شايف كيف؟ اللي بيعطي ورق الخوفش. وروحنا 28 يوم بعدنا بقيناش مستلمين بدلات سبيل الا من بعد ما تحررنا من الجير، اعطونا لكل واحد بدله. هاي فترة كل واحد بدله كامله، فترة 4 سنين اول مرة بتروح فيها. نعم اول مرة بروح فيها. احكي لنا اللحظات لما توصل لدالية الكرمل، شو هاي اللحظات؟ لما وصلت لدالية الكرمل لهون، لما وصلنا لحيفا لقيت حياة فايز حسون في حيفا. فايز حسون حط ايده على كتفي هيك وسلم علي وقال حملني اماني اديب حبايب، اذا بتوقع عيني عليك اخذك لعنده. قلت له انا اسا اللي وصلت على حيفا وبعدني لعند اهلي، ما روحتش من مدة 4 سنين ونص. رحنا على دار اديب حبايب، سلم علي اديب حبايب، وانا عارف قعدنا شوي شربنا فنجان قهوة وظلينا مروحين. انا حامل الشنطة في كتفي والكبوت على ايدي، ولا سلامي وهبة لحقني بقول يا ناس انا غلطان، يا ناس انا غلطان، والله ما انا غلطان. التفت لوراي شفته، قلت له والله ما انت غلطان يا سلامي. سلمنا وقلت له هذا الكبوت والشنطة بتعطيهم لأهلي وبتبشرهم، قل لهم ايده مكسورة وعينه مقلوعة ومش عارف ايش، من شان ما يصيبهنش فرحة. هذا لمين عم قول انا لسلامي. ركبنا تاكسي انا وحسن سليم منصور من حيفا مع عبد الله سلمان، حياة عبد الله سلمان بيعرفوا يمقبون. شايف؟ وصلنا هون لقينا الحارة بتربق ربق بالبنادمين. شايف كيف؟ روح فلان من الأسر، روح فلان من الأسر. جيت سلمت على عمي أبو وحيد عبد الله بصيص بقاش مكرم، لما جيت أنا كان صار هو مكرم. قلت له كيف حالك يابا؟ شايف كيف؟ إسا أختي صغيرة اللي هي مرت مجد كمال اليوم قالت لي هذا مش بي، هذا عمي، هذا عمي عبد الله. أي نعم. طيب وين أهلي؟ أهلي رايحين يجيبوا حطب للمحمص من بعيبش، ماخذين جمل دار فخر الدين ودابة لدار فخر الدين، أمي وبي، ورايحين يجيبوا حطب من هناك. إسا فارس المنصور جارنا، فارس المنصور الحلبي هون عرف وين أهلي عم بيحطبوا، راح يركض لعند أهلي. شايف كيف؟ وقف في ظهرة البير وندى عليهم على راس بعيبش، يا مدهود يا مدهود، روحوا روحوا. قالت له امي شو مالك يا خالتي، شو في البلد، ليش بدنا نروح؟ في الاخر قال لهم روحوا، دهود صار في البيت. شايف كيف؟ امي وقعت في الارض وصارت تمشي على ركاكيبها، صارت تمشي على ركاكيبها. شايف كيف؟ ضبلت يعني اجريها يحملوها من الفرح ولا ابصر من ايش. المهم قلب الحمل ابوي عن الدابه، رمى الحمل عن الدابه وركبها على الدابه وظل جايين لهون. شايف كيف؟ الساعة تأثرت، هاي لحظات سابة تأثرت. شايف كيف؟ وصلت امي لهون على البيت. شب طويل راجع بعد 4 سنين ونص، لحظات سابة، مش عيب الانسان يتأثر.
ليش طولت يابا، ليش طولت يا ام، مش عارف ليش. كانت الدار ملاني، الحاره الشارع كله كان ملان. المهم هذا اللي جاك. من بعد 28 يوم رجعت للجيش، وهناك كان الخلاص، شلحونا البدل، اعطونا اللي بيطلع لنا شايفين، واعطونا بدل سبيل، اعطونا بدل سبيل، كل واحد بدلة سبيل، ومع السلامة. ما افتكرتش تعود تطلع مثلا على اوروبا، خلينا نقول الاماكن اللي كنت فيها؟ رجعت المرة الثانية بعد 46 سنة. اي دولة؟ رجعت على ايطاليا، سويسرا، المانيا، بريطانيا، فرنسا، رجعت عليهم بعد 46 سنة، وطلعت برج ايفل المرة الثانية بعد 46 سنة، وبرج بيزا في شمال ايطاليا. قدرت تتذكر وتحكي لهم للي كانوا معك شو كان هذاك الوقت؟ بالطبع. اي نعم. نقدر نقول انه انت كمان كاتب شعر. في 42 اجى العيد الكبير، عيد الاضحى المبارك. الكربنير الطلياني المسؤول الكبير يعني عن معتقل فيه من فوق 3000 اسير او 4000 اسير. هذيك في فترة المانيا؟ في ايطاليا. في ايطاليا. اعطى مصاري لاربعة، وانا واحد من الاربعة، وطلع معنا جنود اثنين، وطلعنا على السوق، جبنا نقلية. نقلية حلو وما حلو، وانا عارف، وفواكه، وما عملنا طاولة من فوق 50 متر طولها الطاولة، شايف كيف؟ وعزمنا الكربنيري والمسائيل الطليان، شايف كيف؟ وعايدوا علينا. وقتها قلنا قصيدة. القصيدة بتقول: عنه على بالي خلاني، وانا بهم بيوم عيد، وكل الناس بفراحي. يا عيد كدرت عيشي والمدامع دم، واختل عقلي وصرت اليوم بنواحي. عايدت للسجن وخاطب بكلام، تبقى خراب وفيك البوم نواحي، ولا يبقى فيك ركن من قام، ويرفرف فوقك غراب البين بجناحي. قال جاوب السجن، وقال لي: يا حزين افهم، الفكر منك خاب، وما بظن تنجاحي، لأنني مؤسس وعماري دوم بنظام، ومشبوك أبوابي من حديد والواحية. وإذا قصدت الهروب يا شاب تنظام، منين تقدر تصل لمفتاحي؟ حولي عساكر دوم ما بتنام، ليل ونهار ناقلين سلاحي. جاوبت رب السجن: ظننك بترحم، لضعف جسمي وترثي لا جراحي، لأجل أشوف الأهل وأولاد العم والخلان، وسمي لروحي الفارس الجحجاحي. تسلم. أنت بينك وبين نفسك لو بدك ترجع لورا، كنت التحقت في هذا الجيش؟ لا، جربت أني يكون في البوليس، حياة أمي ما كانش تقبل، قال بدي يشوف عليك بدلي بدلة حكومي أبدا، وما عدتش اتوظفت ولا في مطرح أبدا. أما بقيت لما أكتب المكتوب لأهلي، علشان كانت مكاتيبي متواصلة يعني كل جمعة مرة أو مرتين، وهن في 14 شهر ده وصل لي مكتوب، شايف كيف؟ كتبت لهم إنه تقطعت الرسائل وانتسينا، وأصبحنا شبه سكان القبور، فلا خبر يأتي من طرف أهلي، ولا أنا طير أطير مع الطيور. وسليمان دهود الصيف من دالة الكرمل لحد 120 كثير هيك كفرت علي. تسلم، الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.